ما تنساش ما تقلع الساعة بتاعتك. حاضر. هي كلمة. أنا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو اتطبقت السما على الأرض. هكسر لك راسك الناشفة دي. أنت عايز تفضحينا من الخلق؟ أنا قلت كلمة ولا يمكن أرجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجالة، فاهمة؟ يا عمي أنا مرة ب 100 راجل، وأنت عارف كده كويس، ولا نسيت أنا بجبت مين؟ أنا بنت كبير الطراشنة، الله يرحمه. الله يرحمه يا ستي، ويرحمنا منك عاد. اسمعي، أنا الكبير دلوقت، والكلمة كلمتي، والشورة شورتي، وكلمتي لازم تتنفس. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك أموال. يا حكمة، دياب ده زن الرجال وملوى هدومه، وألف واحدة تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. أنا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازة دي هيترتب عليها مصلحة كبيرة بيننا وبيناتهم. وانا لعبه في يدكم تقضوا بيها مصالحكم بعدين ترموها؟ مش كفايه ورث ابويا اللي حرمتني منيه؟ وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمت وعدي الليله دي على خير. عمك صادق في مقام ابوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لو ما اتجوزت دياب لتخك يا رين وتاوي جدتك وخلي الدبان لوزرك ما عارف ليك يشتري جره. تفضل تفضل يا سيد الناس تفضل. نايم؟ فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر، ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي، الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا واد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاقات اللي انت لابسها دي؟ فين يا هذه اللاسه والجلابيه؟ دي 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 د